يلا نكملوا ان شاء الله محاضراتنا. كتبوا عندكم سجلوا عندكم راه هذه المحاضره ما تقولش بالصفر. انا كنقول ثاني صفر، راه ماليش دقه بحال هذا. راه ان شاء الله نبقاو نجيبوا ديما مواضيع اللي هما ديال الواقع اللي كنعيشوا، ماشي داكشي ديال غادي ندوزو سلايد اخر. عفاكم يلا انتهت الاستماله في العاطفه لكي نقنع الزبون بالشراء. ليكم قبيله العيالات راه كيتعاملوا بزاف في العاطفه، حتى حنا غادي نتعاملوا بها في البيع والشراء. البعد عن المنطق، اذكر ارقام محدده، خاطب الزبون باسمه، التعامل بود مع الزبون، كلام قريب ومفيد للزبون، تقديم اقتراحات مفيده للزبون، عرض المنتوجات بطريقه جذابه، اقبل الزبون بمميزات المنتوج باختصار، الكلمه السحريه الجذابه للزبون للشراء، اخبار الزبون بالمنفعه العائده عليه من الشراء، استماله العقل اللاواعي للزبون، العقل اللاواعي، هذا الشيء اللي قلنا دابا. هو اللي ما تطبقش قبيلة ملي باغي نبيعو السومية والسيدة الأخرى، خاص هادشي كامل نطبقو باش أننا نبيعو. أول حاجة البعد عن المنطق، ملي كنبيعو شي حاجة اللي كنقولو كنزيدو فيها، كنزيدو داكشي اللي كاين في الواقع، لا راه كديرو 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 كدير غير باش نشد ديك السيدة. أنا خاصني نهضر على المنتوج بحد ذاتو، ديك المنتوج شاد سبيرولينا ولا مورينزي في يدي، نهضر على هذا المورينزي. علاش كيدير المورينزي؟ نبدا بانه بعدا مكمل غذائي من ديال شركة دي اكس ان، وها الشركة فين كاينة؟ واش عمرك سمعتي بهذه الشركة؟ ثاني حاجة اذكر ارقام محددة، حاجة هاد الارقام، الشركة ديالنا كيطلعوا هاد المنتوجات في 180 دولة في العالم، المراكز ديالنا ديال المغرب كاينة في واحد العدد كثير في المغرب. زائد خاطب الزبون باسمه، واحد الحاجه اللي هي مهمه وكيهضروا عليها بزاف الناس ديال التسويق كيما بغيتكم. شتي ملي كنهضر مع شي واحد، ملي كنهضر مع شي واحد بسميتو، يعني ملي كيقول لي السلام، اول حاجه اش هي بعد السلام عليكم؟ هي كسر ولا اذابه ذاك الجلي. يمكن تشرفني بالسميه ديالي، يعني ماشي شنو سميتك، هذيك راه كتقال في الكوميسيريا شنو سميتك؟ هنا كنقولوا يمكن تشرفني بالسميه ديالك ولا عرفنا بيك، بغيت نتشرف بيك، يعني كنستعملوا بحال هكا باش كنخليو داك السيد انه اش مهم. التعامل نعم يعني المهم حالة كاين التعامل بود مع الزبون كما دارت حليمة وبيلا مع سمية، واخا سمية كانت قاصحة معاها ولكن حليمة باقا محافظة على الأعصاب ديالها، باردة وكتهضر معاها بشوية، هذاك هو الود، يعني نخدمو بشوية، كلام قليل ومفيد للزبون، هذاك الشيء اللي ما دارتش حليمة مع سمية. يعني كثرت عليها الهضره، يعني كنهضروا غير شويه. السلام عليكم، مرحبا بك معنا، شرفنا بالسميه ديالك وسكت، ما تجيش سؤال اخر، خليه حتى يجاوبك. واش عمرك سمعتي بدي اكس ان؟ وخليه حتى يجاوبك. عاد سير، يعني كيكون سؤال جواب. تقديم اقتراحات مفيده للزبون، يعني هذا المنتوج ديالي شنو هو القيمه المضافه اللي غيعطي لك الزبون؟ اشنو الا خديتي اش غادي ندير به؟ خديت الخبز راه غناكلو، خديت الريحه راه غنرشها على راسي، خديت الشوبان راه غنغسل به، ولكن هذا العصير موريزي شنو غادي يدير لي؟ خاصني نعرف شنو غادي يدير لي هذا المنتوج. عرض المنتوج بطريقه جذابه، كيفاش بطريقه جذابه؟ شنو هي بطريقه جذابه؟ عرض المنتوج بطريقه جذابه، لا عرفتي هذا المنتوج، تقديم المنتوج ولا عرض المنتوج؟
ملي كنجيو دابا الدهيك ملي كنجيو للفرع ديال الرحمه كنلقاو الضوء شاعل كنلقاو دوك البنات اللي كاينين تما واحد التسيمات وخاطر عليهم الدم كل واحدة والمشاكل ديالها ولكن ديما كتلقى مبتسمة وكاين داك الكونطوار ديما نقي ديما كتجي السيدة اللي كتسيق الضو شاعل تما المنتوجات باينين مرتبين مستفين كيعطيو حنا مشينا جبتي لي سبيرولينا من هنا وجبتي لي عرف الأسد من هنا ودرتي لي هذا هكا راه بطبيعة الحال مغيشيلش عندك ديما كاينش طريقة زوينة ديال التقديم ديال هاد المنتوجات خاصهم يكونوا يستاهلوا ملي كنمشيو للفرماسيه لان هادشي راه كيتكال ملي كنمشيو للفرماسيه كيفاش كنلقاهم نلقاو داكشي مرتب ديك السيده اللي كاينه تما لابسه الطبليه ديالها مقاده حالتها ديما مبتسمه وخا العربيه ديالهم كيلبس مشهدو وكاين ديك البلاصه كينقيوها مزيان وكيعطيو واحد الديكور يعني هذيك تسمى ما كاينش صحابه الفرماسيه هنا باش ما يتخلقوش كاين اخبار الزبون بمميزات المنتوج باختصار شنو كيدير هذا شي فهميه وهادي 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 بحال اللي كيهضروا على معجون اسنان بحال اللي كنهضروا على معجون اسنان هو راه فيه 50 فائده عرفتي هذا كيدار للكزيمه كيدار للشعر كيدار للحبوب كيدار لهذا كيدار لهذا الزيت زيت وانت كتسرديهم له داك ما غايشد حتى حاجه يعني 50 فائده وهذا بوحده يدير لنا 50 كلها كي درتو ليها كلمات سحريه جذابه للزبون وهنا فين كاين البوت باس ما غاديش نقولو لكم الكلمات السحريه كاين بعض الناس كيكون عندهم القبول كيكون عندهم واحد الطريقه ديال الالقاء ديالهم كيستعملوا بعض الكلمات هذيك الكلمات كتكون مرتاح لهم بحال مثلا بحال اش مثلا شي وحده كتستعمل شي حاجه مؤثرة ولا كيتلقى مزيان كتلقى مع شي واحد اللي عادي وهادي دغيا دغيا كتاثري فيه ولكن كثير متى كتكون راه نعطيكم مثال اخر هذا دابا الناس اللي كيديروا فيديوهات في اليوتيوب الناس اللي كيديروا الفيديوهات في اليوتيوب ولا التيك توك ولا مواقع التواصل الاجتماعي كلها متى كيتشد المتلقي ديالهم كيتشد لهم قال لك ديك ثلاثة الثواني الأولى شي ثلاثة الثواني الأولى قول لي عندك ولا سير بحالك يا إما نكمل معاك الفيديو يا إما كنسالي بديك ثلاثة الثواني راه الإحصائيات اللي كاينة في اليوتيوب كلها أجي هنا وبلا بلاصة علاش تيك توك دايرين دقيقة في الفيديوهات ديالهم دقيقة دابا راه ثلاثة دقائق ولكن في الاول كندير لهم دقيقه قول لي شنو عندك في دقيقه انا ما مساليش ما عنديش الوقت ولكن الا ما كنت بلا بلا عليا الله هادي دار هادي فعل هذا كاين شي كان واحد ما يتسوق لك كتولي ممله داكشي اللي كتقول يعني نحاول ما امكن اننا نفصلوا داكشي اللي كنقولوا استمالة العقل اللاواعي للزبون وليس العقل الواعي زوينه هادي عندنا واحد العقل وعندنا واحد العقل اخر اللي كيتاثر راه كاين العقل ديالنا دابا ولكن كاين واحد عقل اخر هذاك اللي بغينا شتي ملي كتاثر بهذاك ملي كتوصلي لهذاك ملي كيتاثر هذاك تما فين كتشدي داك الشخص نعطيكم مثال تواصلت معايا واحد السيده من الواتساب حتى هي عامره بزاف قالت لي بغيت نقول لك شي حاجه يا مرحبا الله يسمع على خير يا قولي قالت لي انا عامره بزاف وما خليت بدرت شحال الوزن ديالك قالت لي 126 كيلو قالت لي شحال بغيت توصل قالت لي على الاقل نوصل ل 80 هي سهله قالت لي ولكن ما تعطينيش بزاف في الفلوس لا بعد الدار وصل الفلوس عاد نهضروا على شنو اللي مهم الصحه ولا الفلوس بطبيعه الحال الصحه
اللي ما خليت مجرى بالنسبه لان القضيه كلهم كيقولوا قلت له ولكن ما تقتش جابوا لي هذاك الشيء ديال الفلانه وديك الشركه وهذه وهذه ان شاء الله لان ما فيها بس ربما تكون لان هي الاخرى اللي باش تلقى لك الحل. دابا نقول لك واحد الحاجه اجي ها غير باش نمشيو غير باش نقول لكم على هذا العقل اللاواعي اللي كنضربوا فيه الانسان شنو كيوقع ليه. هاد السيده ملي قالت لي هاد الهضره قلت لها اسمحي لي نسولك واحد السؤال شخصي. قالت لي مرحبا لها خدامه ولا بركه في الدار؟ قالت لي كنت خدامه وبسبب هذا المشكل بركت في الدار. قلت لها مزيان. السؤال الثاني عندك وليدات؟ قالت لي عندي الوليدات. قلت لها الوليدات اللي كتخرجيهم من المدرسه كتقدري انك تمشي معاهم في نفس الطريق؟ قالت لي كيشكل لي هذا اكبر عائق. قالت لي الدرج ما كنقدرش نطلع فيه وما كنقدرش نهبط فيه. قالت لي راجل كيطلع 10 صخرات وانا باقا ما وصلتش للطاج الاولى. لاولا غادي نقول لك واحد الحاجه ما ديريش هادشي على قبل راجلك لا على قبل ولادك لا على قبل صحتك. شي الا خديتي المنتوج ديالنا على قبل هذوك صحاباتك والعائله اللي كيقولوا لك هذيك غليطه شوفوا ديك الغليظه كي ولات وبقات هذيك. قلت لي اكبر مشكل عندي هو هذا. قلت لي كل قلت لي درت فيهم خير كبير وكيقولوا لي ديك الطبوزيه ديك الغليطه يا هو على قبلهم ديري هذا كهدف باش انك توصلي لديك 80 في الوزن ديالك اللي بغيتي. قالت لي والله تعاود نوصل غادي نمشي نتقدمات وراه غادا ليها ولكن ديري الريجيم ديالك وعبري قبل ما تبدا ودوز 15 يوم عاودي العبر باش نشوفوا شحال نقصتي. مشيتي لهذاك الشيء اللي كيضرها داك الشيء اللي كيضرها ما رضاتش تقول لها فلانه وفلانه راه كيغليظه تحكي مع نفسها لان ربما عائله راجلها ولكن الناس الاخرين اللي كينتقدوا كيبقى فيك الحال. يعني ملي كنمشيو هنا كنمشيو للعقل اللاواعي ديال دوك الناس. الناس بحاجة لشيء يحل مشاكلهم. حنا جايين للدي اكس كاين جايين اللي عندهم شي مرض ولا الناس اللي ما خدامينش باغيين ياخذوها كفرصة ما جايينش باش نلعبوا هنايا ولا باش نبركوا ولا باش تصنتوا ليا. عندكم واحد الحاجة جايين ليها يعني أي حاجة كنديروها خاصها تكون واحد الحل لمشاكل ديال الناس. الناس لا يشترون بسبب المنطق. الناس يشترون بسبب العاطفة ويبررون ذلك بالمنطق. على السيدة دابا ديال مولات القهوة اللي خلات القهوة باغا تنقص. هي باغا تنقص ولكن المشكل اللي عندها هو المشكل ديال الناس اللي كينتقدوها. ما شارش بالمنطق هنا شارت بالعاطفة. علاش قلت لكم قبيلة راه أي واحد كيشري شي حاجة راه كيتشرى بالعاطفة. ملي كنلعبوا على العاطفة ديال الناس خصوصا العيالات. كرامتي السيدات النساء راه العيالات راه ضعيف كيتشدوا. علاش اكبر المداخل اللي كاينين في العالم بالملايير ديال الدولارات راه النساء اللي فيهم الديامون والذهب والحوايج. انا اللي غنشري خاتم ديال الذهب بمليون وجوج انا اللي غنشري المكانه ديال 50 درهم يقول على 200 درهم خاصها يقولها ليها. وانت اللي كتشريها للمعرض وانت اللي كتمشي عند الخياط مثلا انا غنمشي نشريها من السوق 30 درهم 40 درهم ولكن تمشي تاخذها يعني هنا العائلات باش كيخدموا كيخدموا بالعاطفه. علاش؟ لان كنشوف فلانه وفلانه وفلانه. دابا نخليكم في هذا الموضوع بزاف راكم عارفين اكثر مني. واحد الطريقه اخرى زوينه الا خدمتوا بها كيخدموا بها المسوقين بزاف هي اضيف قصه لسلعتك. علاش دي اكسين قالت لي جرب المنتوج عاد بيعو
إلا شربت هاد المعجون أسنان فنقدر نبيعو، لأن هاد المعجون أسنان أشنا هي قصة؟ هادي قصة لسلعة، يعني هاد المعجون أسنان خاصني ندير فيه أنا قصة ديال أشنا هي القصة ديالي مع المعجون أسنان. مثلا واحد النهار تجربة، شي تجربة مثلا أستاذة أجينا الحاج أجينا ومربوط مثلا واحد النهار مثلا كان عندك الدرسة الألم ديال الدرسة وحيدات لك هذه راه غاب هذه بوحدها بوحدها قصة بوحدها تقدر تخلي ليها معجون أسنان ولا مثلا درتيها الإكزيما ولا الحبوب مثلا يعني خاصني أي منتوج تكون عندي معاه واحد القصة داكشي علاش كنلقاو هذاك اللي قالت الأستاذة سمية ذاك النهار في المحاضرة ديالها ذاك ويلسون اللي أعلى واحد كبير أعلى ولا ملياردير ولا لا حنا ديك 12 سفير ملكي اللي معاه باش دارهم بالقهوه السوداء وبهاد معجون الاسنان جوج ديال لي برودوي اللي كيبيع وباقي كيبيعهم بنفس الطريقه من نهار بدا كان عامل بسيط كان كيحفر مسكين يعني خدام عادي حتى ولا يعني عنده 12 سفير ملكي في الفريق ديالو وباقي كيبيع هاد القهوه السوداء بالصاشيات الطريقه باش كيبيعها كياخذ القهوه السوداء هاد القهوة السوداء كيبيعها كيشريها وكيحلها وكيبيع دوك الساشيات هو ماشي كيبيع بها هي بحال هكا كيبيع غير الساشيات تولى بها ملياردير شوفوا شحال المستخدم الملكي تحت منه غير بالقهوة السوداء علاش؟ لأن لقى فيها تجربة النهار الأول ولات ديك القصة ديالو مع القهوة السوداء بحال ويلسون حتى هو السيد مورينزي الحقيقي ماشي عزيزي مورينزي الحقيقي ديال أوروبا راه هو دابا اللي خرج هادي هو اللي ولا السيد مورينزي الملقب مورينزي في اوروبا هو دابا اللي داير ديك الجوله ديال داك النظام الجديد اللي دايرها دي اكسي راه هو اللي بتقصو هو اللي مورينزي كيخدم مورينزي بوحدو عصير مورينزي كيبيع فيه مبيعات كثيره بزاف هو باش طلع ولا بها سفير ملكي قاعدة 250 جوجيرار هاد جوجيرار هو الكاتب ديال هذيك هو الكتاب هو الكاتب ديال هذيك كيف أبيع أي شيء لأي شخص هو الكاتب ديالها دار هاد القاعدة وقاعدة زوينة شكون عمركم سمع 250 قاعدة ديال 250 إذا شفنا هذه نبداو من الجملة الثانية البيع الناجح هو بمثابة زراعة وحصاد في أرض تنمو فيها النباتات في مدار العام إلا بعت شي حاجة وسقط ليا فبحال إلا كنزرع وكنحصد وكنحرك في واحد الأرض لمدة سنة والقاعدة ديال 250 هي سمعوها مزيان إذا سولنا أي واحد منكم دابا وشفنا أي واحد منا اللي كاين في هذه القاعة قلنا ليه شحال ديال الناس كتعرف في حياتك راه على الأقل عندك 250 واحد هادشي على حسب دراسات على الأقل الذاكرة ديالك كتحفظ حتى 250 شخص باش عندك كتلقى مع شي واحد اللي شحال هادي ما شفتيه تلقى دور ديك شنو سميتو مش هادي سميتو 250 شخص اللي كنعرفو ملي كتكون عندي أنا واحد الصورة زوينة وسط دوك 250 راني 250 نقولها واحد لواحد عرفت دابا راه كيدير لنا واحد المحاضره زوينه عجبتنا المحاضره ديالو انت قلتيها وهذه قالتها وهذه قالتها وشي كيجي شي كيقول هادشي راه كاين واحد الدري اش سميتو هنا كيكون هذه 250 واحد ولكن باش نبنيها انا براند ديالي ولا شخصيه ديالي باش تبان السميه ديال عبد اللطيف وسط 250 واحد راه صعيبه لان يقدر السميه تقولها غير لنعيمه ونعيمه تقولها فلانه تقولها لفلانه ولكن قال لك إذا كانت الصورة ديال خايبة هي كطيح 250 واحد يقدر يقولها 2000 واحد 3000 واحد شنو علاش كنلقاو في اليوتيوب اللي كتكون شي حاجة ديال الشوها كنلقاوها في طوندوس كيشوفوها الملايين ديال الناس علاش؟ لأن شي حاجة لأن هنا فين جابوها القانون ديال 250 شي حاجة اللي هي مزيانة شنو علاش حنا دابا غادي شوية بشوية في الإكس كنطلعو شوية بشوية ولكن كون كانت شي مصيبة ولا شي مشكل ولا شي شوهة شهرنا في المغرب كامل راه هي هذيك القانون ديال 250 واحد شي حاجة زوينة
كيعاودها غير واحد لواحد، ولكن شي حاجه اللي هي خايبه كتعاود بالالاف وبالملايين. هذه هنا في الجنب، يعني اي واحد غيبني عفوكم الصوره ديالو غيبني البراند ديالو يبنيها خطوات وبدرجه صفر. المعرفه الشامله لمن يوجد كي تقنع الزبون. جات واحد السيده قبيله هنايا واقفه على الزاد خوت ليها الزاد قوي، المهم وحده اللي كانت تهضر كتمشي ليها الهضره. اشنو استنتجنا من هذه؟ شي ما وصلش من المندوش، ما عندهاش معرفه، ما عندهاش الايمان بمنتجك وخدمتك من الالف الى الياء. خاصني نعرف هذا المورينزي. خاصة تكون عندي الإلمام بالمنتوج، طريقة الاستعمال ديالو، بالأعراض ديالو اللي كيعطي، بالشركة، بالشركة، بالخطة التسويقية، بالأرباح، التاريخ ديال الشركة، بالانتشار ديال الشركة، يعني خاصني نعرف عليها الصغيرة والكبيرة على ذاك المنتوج ديالي إلى وين نبيعو. بحال اللي كيبيع التواب دابا، كتمشي عند مول التواب كيعرف جميع أنواع ديال التواب، أشنو بغيك يا لالا؟ يمشي يجبدو ليك في البلاصة. مول الحانوت ملي كتمشيو عندو، ملي كتمشيو عند مول الحانوت دابا كتقول ليه مثلا عطيني ليطر ديال الزيت، واحد قال لي جيب لي معاك بيسكوي، واحد قال لي كيلو ديال الطحين، ما كيبقاش هو يدير في الحانوت فين هو الزيت، ها هو واقيلا محطوط هنا، كيسمع العشرة الناس كيمشي كيجيب لهم كاملين يحط لهم فوق الكونتوار، أرا أنت أرا أنت هاك أنت، يعني ما كيوقفش وكيقلب، هنا عنده الإلمام الكبير بالمنتوجات ديالو بالخدمة ديالو، يعني عارفها حافظها. راه كون جا كيقلب على كل حاجه بوحدها راه ما غيسالي حتى ما غيسير بها غير واحد. سرعه الرد والبديهه في الرد على تساؤلات الزبون. انا فين كاينه ثاني شي بلاتي تنسول الباران ديالي وبلاتي تنسول لي بلاتي نحاتي لا شنو كاين هذا العصير مورينزي وبلاتي نسول الباران ديالي نهز التليفون ونصوني الباران ديالي كاع ما كاينه هي مثلا ما كايناش ما موجوداش في ديك الساعه شنو غادي ندير شنو الحل انا داك الزبون راه مشى شنو كيقول في راسو انا بعدا ما كنامنش بهذيك القضيه غتقول لي شي واحد غنمشي نسول الباران ديالي خاصك انت تكون باران خاصك انت تكون عارف لان داك الشخص اش كيقول ما عارف والو هذا يقدر يعطيني شي حاجه ماشي هي هذه اوتوماتيكمون يعني خاصني دخلت للدي اكس ام دخلت لهذا المجال خاصني نعرف الصغيره والكبيره على اي منتوج كيما ما بغا يكون راه ما عندناش بزاف ديال المنتوجات وكنت كون كانوا عندنا 250 منتوج اش غنديروا احنا تالفين غا ما عندوش كاد ذهبي مازال دابا راه تزادوا شي وحدين خاصني نعرفو وما نتسناش شي واحد باش يوريني عطا الله فين نشوف كاين اليوتيوب كاين الفيديوهات كاين الاوديوات كاين الكتوبه كاين بزاف ديال الحوايج فين غادي نشوف مهارات البيع والشراء كيبو عندكم هذه التالية هذه زوينة الصراحة عجبتني حتى أنا مهارات الاقناع والتاثير في الاخرين ما كرهناش هذه كاملين بحال هذيك السحر ديال الزبون باش نسحروه باش يشدوه هي هذه مهارات الاقناع والتاثير في الاخرين يعني باش ناثر فيك باش تقبل داكشي اللي كنقول لك باش يعجبك داكشي اللي كنقول خاص تكون عندي هذا اول حاجه الذكاء والفطنه عليك ان تقع في مصيده الجدال عليك ان لا تقع عفوا ألا تقع في مصيدة الجدال أن ذلك سيدخلك في متاهات شي بحال اللي قال حميد قبيلة واش هاد الشيء ديالكم أن واش هاد الشيء ديالكم فيه ترخيص واش هاد الشيء ديالكم داير شي حاجة واش ما ندخلش مع أنا في داكشي عندي منتوج وكاينين فروع ما غنبيعو لا بالزنقة لا والو كاين المركز ديالنا جا خويا المركز مرحبا وشوف بعينيك وسير المركز وسول ما تشريش كاع عندنا هنا ملي كنقولوا للناس بحال هكا يعني كنبين لهم ان يعني ماشي بغيت غنبيع لك ولا بغيت نشدك سير خويا المركز وشوف سير قرا على المنتوج حنا في عالم في عصر التكنولوجيا سير قرا على المنتوج سير بحال حتى تقدر وجي عندي مرحبا ثاني حاجه اعمل على استمالات عاطفه المستمر مشيو لي ثاني نضربوا لي داك عقل اللاواعي وداعم رايك بالامثله الواقعيه لان ذلك من اقوى اساليب الاقناع
ملي كنشوف الاغلبيه ديال المحاضرين ولا ديال الناس كيف كدير الاستاذه سميه الفيستاعيه ان ديما كتدخل الايات القرانيه والاحاديث النبويه كتدخلهم. حنا كنتبقوا في القران وكنتبقوا في الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ديما كندخلهم يعني في المحاضرات ديالنا باش كنبينوا باش كنعطيو واحد الواقعيه داكشي اللي كنقولوا. ثقه في النفس، ان الحديث هي مفتاح وصولك الى هدفك. ثقه في النفس، شحال من مره عاودناها ثقه في النفس. لا ما عندكش ثقه في النفس، بحال واحد السيده ولا لا كنهضر بحال هكا ونخرج عينه ونخرج الصوت سبيرينا ديالنا ونفتخر بها ونعتز بها. هذا ماشي غير انا، راه كنهضروا على 17 مليون عضو في العالم اللي كنهضروا عليه، ماشي ديالك بوحدك، راه 17 مليون عضو. كنهضروا على 180 دوله في العالم، يعني انتشار قوي وانتشار كبير. وكنهضروا على المرتبه الرابعه عالميا ما بين شحال ديال الشركات ديال سوق الشبكه اللي كاينين تقريبا، شحال تقدروا؟ 200 شحال تقريبا؟ ربما من الاف الاف 24000 شركة اللي كاينة في 2015، 24000 شركة. تصوروا نقولوها احنا 24000 شركة والدي اكس ان وصل فيهم المرتبة الرابعة عالميا. هذا راه رقم، رقم خيالي، راه رقم، لا يتصور. باش نوصلوا للمرتبة الرابعة عالميا بين 24000 شركة ديال التسويق الشبكي، كنهضروا على التسويق الشبكي ماشي الهرمي. كاين تسويق هرمي وكاين تسويق شبكي، وكنهضروا على 30 سنة ديال دي اكس ان. داك عام كورونا كانت 15، وان شاء الله راه كيطمحوا دابا باش تكون المرتبه الاولى عالميا، وان شاء الله راه غادا في الطريق. يعني هنا خاصنا نفتخروا وخاصنا نطلعوا راسنا، وحتى ملي كنهضروا مع شي واحد نخرج شي نقولوا عجبكش ما عجبكش الشغل في هذاك. كيف تكون مقنعا؟ دار واحد الشيمه هنا وزودوها من تحت. طور من نفسك، تعلم 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 ثم تكلم. راه الا ما تعلمتش، الا ما عندكش المعلومات، راه كون كان المعلومات عند السيده اللي واقفه هنا قبيله، راه كون بعد ديك السبيرينول ديك القهوه. ابتعد عن الجدل، دوك المناوشات. حدد مسبقا متى وكيف تنتهي حديثك. ماشي لقيتي وحده معصبه ولا مقلقه ولا كذبك ولا مشيت درتي حدايا قلتي لها جيبي عليك سبيرولينا ولا لقيتي مضاربه مثلا، ولا لقيتي وحده وسط الفرماسيان وقلتي لها واجي نبيع عليك، واجي نبيع عليك. هي مشات تاخذ دول قلتي لها جيبي عليك سبيرولينا، يعني قال لك كنختاروا فين ويمتى. لا تغفل عن التفاعل الايجابي الصادق مع الطرف الاخر، يعني كنهضر من قلبي. زائد التوضيح في قم بتوضيح الفكره بالقدر الذي يزيل اللبس عنها. دي اكس ان شنو هي دي اكس ان؟ ما عمرني سمعت بها. خاصني نبين ديك دي اكس ان اشنا هي، ونهضر على التجربه ديالو القصه ديالي مع دي اكس ان. لخص الافكار الاساسيه، ما تحتاجش تقوض الهضره. اختار التوقيت المناسب لك وللطرف اخر. ماشي واحد انا كديدي طالبه ديالي عيطي لها باش تشرحي لها على دي اكس ان، ولا مع 8 ديال الصباح. 8 ديال الصباح كيكون فيها الناصي الافريقي، كيوجدوا وليدات المدرسه، الراجل غادي للخدمه، كيكون الشقه ديال الدار. كنختاروا الوقت المناسب باش كنشرحوا للناس، حتى مع الفروق ديالنا، حتى ملي كنديروا متابعه للفريق ديالنا، راه كنختاروا لهم الوقت المناسب. من اهم الكتب اللي عجبوني حتى انا الصراحه، وها هو راه عندي. من احسن الكتب اللي كنقرا، لا يسعك الفوز في مشاجره مع زبونك. بحال اللي بدات مع مرتو باغي يغلبها، ها مرتو ما عاد غلبها، غاستسلم. قول لي ها هو خو صافي. كذلك مع الزبون ديالك. نقراو شويه عافاكم، لان ملي كنقراو يعني لا يسعك الفوز في مشاجره مع زبونك. هذا الكتاب حتى هو من احسن. شكرا.
هو هاي لا ما وضعش ما وضعش مزيان لان زوجي شويه تصويره من احسن صراحه ديال توم ماركت مترجم بالعربيه هو امريكي مترجم بالعربيه صراحه من احسن الكتب على الطريقه كيفاش كنتعاملوا مع الزبناء ديالنا ولا مع العملاء ديالنا. كذلك كاين كتاب ديال العمل الجماعي ديال ابراهيم الفقي حتى هو من احسن الكتب كيفاش كنتعاملوا مع الناس ديالنا كيفاش كنتعاملوا مع الفريق ديالنا ومع الناس ديالنا وكيفاش كننجحوا في العمل الجماعي. كيعطي طرق زوينه الصراحه. وشنو غادي نقول نمشيو وصفتوا لي هاد التصاور الا صورتو وصفتوهم ليا لا بغيتو مع التصوير ديال الكتاب. الصراحة تمنيت أن كل واحدة منكم يكون اللي عندها الفريق ديالها يكون عندها هذا الكتاب. هو كيعتبر الصراحة من أقوى الكتب اللي كيوريوك الطريقة كيفاش غادي تتعامل مع الفريق ديالك. تليفونات عفاكم الطريقة كيفاش كتعاملوا مع الفريق ديالكم الناس اللي كيخرجوا لكم من الجن في الفريق ديالكم كيفاش كتعاملوا معاهم. واش صيفطوا لي هاد التصاور باش تصاوروا لي مزيان ما كيصورش ليا مزيان هذا صراحة هذا الكتاب كان عندي من 2015 وأنا كنقرا فيه صراحة من أقوى الكتب. يعني حتى إذا عندك شي واحد خارج لك من الجن من الفريق ديالك كيوريك كيفاش غادي تتعامل معاه. وصفتوا لي هذا التصور عافاكم الله يرضي عليكم. واش عندك صيفطك؟ صيفطهم ليا باش نشوف راه كل هبطها حميد يدك. صح العراق الحاج هذا راه دابا كاين كذلك ها هو كتاب اخر تصوروها عندكم هذا شكون عنده هذا حتى هو من احسن الكتب الصراحه اسرار عقليه المليونير كيفاش كتبدل الفكره ديالك على الثروه وكيفاش كتبدل ولكن عربي العربي أسرار عقلية المليونير صراحة إتقان لعبة تحقيق ترى صراحة من أحسن الكتب له هو وكان كذلك آخر كتاب اللي هو شافي الكتاب في اليوم عندي بزاف ديال الكتب هذا اللي يطمئن قلبي الصراحة حتى هو كتاب زوين بزاف كيعلمك كيفاش غادي في الحياة ولكن ما تهملش الآخرة ديالك كيكون واحد الإيمان قوي بالله عز وجل وبالقدر وبأي حاجة طرات. أنا هذا مش القاضي علاش وريتكم هاد الكتبة لأن القراءة راه ما عمرها ما غادا تكون بحال اليوتيوب ولا بحال الانصات ولا بحال الفيديوهات. ملي كنكتبو تاني راه كنعقلو شي ملي كنكتبو كنفرقو ضروري نعطيو راسنا واحد ساعة ساعة ديال الماء ساعة ساعة ونص ديال القراءة نهز شي كتاب راه فيه ما يتقال راه فيه بزاف راه يبدل لكم بزاف في حياتكم لا من طريقة العقلية ديالكم راه من طريقة التفكير ديالكم راه من طريقة بحال داك النهار اللي قلت لكم درت واحد
عندك واحد القرار مع راسك راه بسبب هاد بسبب هاد الكتوبه كيعطوك انك قادر انك تاخذ واحد القرار، لان يعني داك القرار كيهمك انت بوحدك، ما كتسوقش لهذا ولا هذا ولا هذا، ما تربح ما نربح منك والو، عندي ما ندير بك. يعني هاد بحال هادشي دابا كنتعلمو من هاد الكتوبه، نحاول نقرب شويه عندكم، لان واخا دي اكس واخا محاضر واخا هادشي كامل، الا ما قريتيش ودخلتي شي حاجه لراسك راه ما تبقاش قدام الناس. حتى لو ولدي الكرسي عافاك، لا ولدي الكرسي، الا ما قريتيش وتعلمتي راه ما تبقاش قدام الناس باش تشرح لهم، ولا ما غاديش تقنع الناس في الفريق ديالك كيما بغا يكونوا. ربما كانوا الناس الاولين، الناس الاولين اللي سبقونا 2017 و18 كما قال هذاك الراهب ضربه حظ باش طلعوا في المستوى، ولكن دابا راه صعيبه باش يتقنع شي واحد، وصعيبه باش تباع شي حاجه، راه كل واحد غادي يشوف غير راسو شحال من برودوي كاين ليه. اعرف منافسك عن كثر. الاغلبيه ديال الناس اللي كيجيو عندنا دي اكسل راه كان عندهم شركات اخرين ياك. الاغلبيه ديال الناس، وكاينين مازال الناس اللي كاينين في جوج شركات وثلاثه واربعه، ولكن ماذا يميز الدي اكسن عن الشركات الاخرى؟ خاصنا نعرف المنافسين ديالي شنو كيديروا، خاصنا نعرف المنتوج ديالهم ما فيها بس الا مشيت بحال شويه. كاين الناس قلنا كيديروا الاشارات للشركات الاخرى، ماشي بحال شويه، ندخل عندهم الواتساب نسولهم، ناخذ الكاتالوج ديالهم، نشوف الخطه التسويقيه ديالهم، نشوف المنتوج ديالهم، نمشي نقرا عليه، ندير عليه واحد البحث باش نشوفوا. ماشي غير حنا اللي عندنا ستيرن في الدي اكسن، راه كاينين مئات ديال الشركات اللي عندهم دي اكسن، المئات ديال الشركات اللي عندهم سبيرونيلا. الخطه التسويقيه ديالنا نتقارنها مع الخطه التسويقيه ديال الشركات الاخرين، ديال فلان وديال فلان وديال فلان وديال فلان وديال فلان، نعرفهم ما فيها باس. باش حتى الا جا عندي مثلا حميد كان في ديك الشركه الاخرى هو يحاول يقنعني بديالو، انا غنقنعو بديالي، وهنا كيكون كومباريزون الفرق، يا اما الكفه ديالي يا اما ديالو. ولكن الا عندي نقول لها عرفتي ديالكم شنو فيها، هو سيدي نتوما ما عندكمش النقاط التراكميه، شكون اللي قالها لي؟ ها هو النظام ديالكم شنو فيه؟ المستويات ديالنا عندنا غير 4500 نقطة، انتوما الشيفر عندكم 10000 نقطة، سبيرونا ديالكم فيها غير 10 نقاط ودايرة 500 درهم، حنا راه 213 درهم دايرة فيها 20 نقطة، والنقاط ديالكم كتعاودوهم انتوما كل شهر، ديما كتدورو في داك الرومبوان، ما عمركم ما وصلتو ما غاديش توصلو، وغير كتضيعو وقتكم. وكيفاش نضيعو وقتنا؟ ها شنو حنا عندنا في الدي اكس ان؟ نمشي لأقوى شركة كيما بغات تكون في المغرب، عارفينها في التسويق دابا الشبكي، باقا للكلاسية المرتبة الأولى، باقا مكلاسيها، ولكن مهددة حاليا، بلا ما نقول السمية ديالها باش ما نديروش الإشهارات، باقا لحد الآن، مجال ديال الكوسميتيك، باقا ولكن يعني كاينين شركات أخرين اللي منافسينها، راه في المغرب راه أكثر من 840 شركة اللي عندنا، راه ما كاينينش غير حنا. أكثر من 840 شركة، ولكن عدد ديال الناس اللي مسجلين دابا في الشركات ديال التسويق الشبكي في المغرب كتبقى دي اكسين هي الأولى، أزيد من مليون عضو حاليا. كاين شركات أخرى 300000 400000 80000 كاينين واصلين 90000، وعندي كلهم الإحصائيات ديالهم، وعندي دابا لما تقول السمية ديال الشركة الله يرضي عليكم. لا 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 شحال 840 وشركة اللي بغيتو، الشركه اللي بغيتو، لان كيجيو عندنا بزاف ديال الناس كيقول لي انا راه كنت في الشركه الفلانيه، كنقول لها واجي حتى انا راه كنت في الشركه الفلانيه، اشنو لقيت اشنو لقيت وعلى جيت للدي اكس اي. اسبق بخطوه، كن مبتكرا، ديما نجيب شي حاجه اللي هي جديده، تعرف على اقتراحات عملائك، ديما نستشر مع العملاء ديالي. الشركه ديال كولغات كنعرفو كولغات شنو هي؟ معجون اسنان، عندهم واحد القصه زوينه، كانت في الثمانينات تقريبا، جاهم الافلاس غادي تسد الشركه، ما بقاو كيبيعوا حتى حاجه، جا المدير جمع الموظفين، جمع لي كوميرسيال، جمع الخدامه حتى هما، قال لهم اجيو نشوفوا الحل، بقى لينا جوج ديال الحلول، يا اما
نزيدوا نلقى واحد نزيدوا القدام، يا اما اجمعوا حوايجنا وغنمشيو كاملين وضربنا ضربنا السيزي، بقاو الموظفين والمدراء ديال هادي وكل واحد شنو كيقول. هضر واحد موظف صغير يلاه دخل معاهم، ماشي موظف عامل بسيط يلاه دخل معاهم، قال لهم الا ما عرفتش شنو غادي ندير نعطيكم واحد الحل، قال لهم ديك في كيخرج المعجون اللي راه صغيره، لان ملي كديروها هكا كتخرج غير شويه كتحك بها سنان كيبقى عندك المعجون شحال. قال لهم علاش ما نسعوش ديك الفتحه، نسعوها حتى اللي دارها كيخرج بزاف ديال المعجون يضيع بزاف باش دغيا تسالي باش قال لي فكره زوينه وصفقوا عليه وداروها. يقول غدا برا ولات عالميه يعني من فكره بسيطه. علاش كيقول لك شارك عملائك اختراقات العملاء الاقتراحات ديالهم، هو بحال هذيك ديال ريد بول ولا شنو سميتها حتى هي كانت فكره ديال واحد عامل بسيط حتى هي. قالوا سير خذوا الخاويات كاملين اللي كاينين وبجغوهم حدا الحوان عفطوا عليهم ولحوهم كيخرجوا بالليل كيلحوهم. انا ملي كنشوف كنقول اوه هاد كاملين الناس كيشربوا هذه خاصني حتى انا نشربها. فلان قال لهم حتى انا خاصني نشرب هذيك، داروا اشهار غير مباشر المنتوج ديالهم هو حتى هما طلعوا راه ولات عالميه حتى هي. قدم عرضا افضل دي اكسين، اشنو كتعطينا دي اكسين؟ علاش دي اكسين ماشي شركه اخرى؟ قارن عرضك بعروضهم، شنو كدير لهم الشركه الفلانيه وما كديرش شنو هاد دي اكسين ولا العكس. تحليل ديال المنافسين خاصنا نعرف هذا تحليل الحصه السوقيه، شنو عندهم في السوق، شنو هو الوزن ديالهم، القيمه ديالهم في السوق، عدد المشتركين عندهم، المنتوجات ديالهم، الاراء ديال الناس في المنتوجات ديالهم، تحديد نقاط القوه والضعف، شنو اللي كيميز شركه فلان على الدي اكس ولا فلانيه على الدي اكس. تحليل المنتج او الخدمه، نعرف ذاك المنتوج ديالهم الا شريتو، الا شريت مثلا سبيرين ديالهم واش بحال ديالنا ندوق ما فيها باس، الا خسرت واحد 100 درهم ولا 150 درهم ندوق هذيك سبيرين باش ندوق هذه، باش تلا قال لي شي وحده راه خديت ديال الفرماسيان ولا ديال شي بلاصه اخرى نقول لها اجي نقول لك الفرق بيناتهم، حيت انت خديتي غير ديال تما راه خديت ديالنا. تحليل السوشيال ميديا، هذه اللي غنشرحوا لها حتى هي راه غنخلي لها حتى هي، غندخلوا في واحد المجال اخر شاش كنزرب شويه. بالنسبه للصفات البائع الناجح، باش تكون بائع ناجح راه كاين ما احسن من هذا، الصدق والامانه خاص تكون فينا، الصدق والامانه، اللياقه البدنيه، الهيئه العامه اللائقه، الثقه في النفس هي رجعنا لها ثاني، طلاقه الوجه والانصات الجيد، خاصني نسمع للناس ديالي اشنو بغاو، وخا حتى الجروب ديالي ما كديرش 100 نقطه خاصني نعرف علاش ما كديرهاش، ما كتسجلش خاصني نعرف علاش ما كتسجلهمش، نعرف المشكل ديالها ونعاونها. ان كنت انا قائد الرغبه في الانجاز والتفوق، عدم السماحه في التعامل، حب مساعده العملاء، خاص تكون عندنا هذه. تسويق المنتوجات عبر الانترنت كتسمى واقيلا حتى طرق ترويج المنتوجات الحديثه. كنشوفوا هنايا اللوغو ديال اش هذا؟ وهذا كان موضوع صراحة موضوع زوين بزاف ولكن ما كانش الوقت باش ندوزو كامل. لا استاذ انا سجلت انا في المحاضره غادي نديرو وربما ديال تسويق الشركه ديال تسويق في الانترنت غادي نخليو حتى استاذ مشكل ما كملناش اليوم خلو الحصه الناجيه عرفتي انا سيدي الوقت ما غاديش نوقف ما غاديش
ونقصوا هذه باش كان عندنا شي سؤال باش نخليوها الحصه المقبله ان شاء الله غادي تكون كيفاش غادي نروجوا مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذا شي سؤال هادشي اللي قلنا نديرو صوره جماعيه ونمشيو كامل. لا انا كان باقر شكون اللي عنده شي سؤال؟ شكون اللي عنده شي سؤال؟ شكون اللي باغي تعرف شي حاجه؟ ميرانة السنكرة سيدة غاية واخا شحال ماشي مشكل غير غزلان. اشنو بانكم في الموضوع ديال اليوم؟ شوفي ذا قدرت.